فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: حتى روي عنه أنه أحرق الكتب العجمية وغيرها. نعم، وهذا هو الواجب، أن لا تروج كتب الشر وكتب الضلال وكتب الانحراف والكتب التي فيها الأديان المنسوخة أو الممسوخة، فإنها لا تروج بين المسلمين ويقال هذا للاطلاع ويترك في أيدي المسلمين. نعم، نحن نقرأ في تاريخ المأمون أنه هو اللي صارت نهضة علمية وأمر بالترجمة من الرومان واليونان والهند. هذا من معايب المأمون، غفر الله له، من معايبه أنه ترجم الكتب الرومية وأدخلها على المسلمين، حتى قال الإمام أحمد: لا أظن أن الله ينسى المأمون، فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه. وما حصل من المحنة بالقول بخلق القرآن إنما هو من جراء تقريب المعتزلة، من جراء تقريب المعتزلة وتعريب الكتب الرومية، تعريب الكتب اليونانية والرومية، جرى ذلك على المسلمين شرا. وهذا بسبب البطانة التي اتخذها المأمون من المعتزلة الذين أشاروا عليه بهذه المشورة الخبيثة. ولا يزال المسلمون يعانون من تصرفات المأمون إلى الآن في ترجمة هذه الكتب.